مع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه، جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم يا ساتر. زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقت؟ خدوه يا حبه عنوه 3 4 ايام وما حدش يعرف عنه حاجه، لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيط وعقر، هو اللي طلعه منها زي الشعره من العجينه. والله الولية دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل لك يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجه دي يا بنت ما ترسي كده، هي من امتى الداخليه كانت بتيجي تاخد رجاله من عندنا؟ يوم لما يشطحوا ينطحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سمان. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه ان الراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي ولا ايه يا زوزة؟ يا خرابي يا لهوي، بتضحكي يا وليه؟ واخويا مفروض عليه يا خرابي. بتضحكي يا وليه؟ الوليه ده اهي، هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وده يا شمتي. مش هتشتغل يعني مش هتشتغل، وهتشوف بقى كلمتها تمشي في ام البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في ام البيت وابو البيت يا حبيبي، هتمشي هتمشي على نفسه ياما مش عليا. اوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل ايه في الطلعه والجايه. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه، انت مالكش حاجه عندي. انت بتعلي عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا بنت يا بيبي. عايز تمشي حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا ايه؟ ايوه يا بنت، احنا ما احناش بقرون. معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. انت بتسخنيه ياما وهو بيضربني بتسخنيه؟ ده باين انه مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا؟ اي ايدي. بقى اي ايدي. طب يا اختي يا سمان، تودي امك دكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعمه يا اخويا، قلت لها 100 مره هي اللي ما هياش رد. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا دين؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديب، لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك، روح وقول له سماح بتقول لك. اسمعي بقى وكفايه تطبيق في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير، وانا مش هقفلك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جابه؟ ما انت برضه ما بطلتيش، لا هيحن ولا هيعبر. في ايه يا سماح؟ من واحنا عيال صغيره في الحاره هنا واحنا عارفين مين كاتبك على اسمه؟ ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. ليه باب ناقص يا اخويا؟ وانا كمان في دماغي حاجات يا ايه اللي في دماغك يا بنت على الصبح؟ دماغك ما تروحش لبعيد يا روح امي. صباح الخير يا مو. صباح الخير. وفي ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي بكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب وصباحك فل. عاشتين يا بنت؟ انت كمان. طب اقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. يلا. طبعا يا خالتي. عنك ابو يوسف. سلام يا حبيبتي، ربنا يعدلها لك يا جيجي. يا رب يا بنت امان. يا رب من بقك يا بابا. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل. ازيك؟ الحمد لله. مش كفايه؟ ازيك يا دكتوره؟ دكتوره ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوه مني. واجدع من 100 دكتوره كمان، ده انت ملاك الرحمه يا شيماء. والنعمه من كتر العيا والعيانين اللي بشوفهم في المستشفى حقتهم يسموها ملاك الزحمه. ربنا يشفي العيانين يا رب. انت عارفه شيماء وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت، رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضه ايه؟ خواجايه، شعر اصفر وعينين خضراء، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي. بنت فله. وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضراء وشعر اصفر واد فله. مش بيقول لك البت فله؟ اهدى على نفسك. ما تهدى انت شويه على البت بقى وتنوي على الخير. عايزين نفرح بيكو. ربنا يسهل بقى. هيسهل ان شاء الله، بس انت انوي، البت بتحبك. قلت لك حاجه يا بنت؟ والنعمه لا، بس انا ليا عينين وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها.
تعيطوا هو اذا كنا نبيع العربيه ولا ان شاء الله حتى نولع فيها، مش عملنا له اللي هو عايزه؟ اه ده اللي حصل. ولازمته ايه بقى ابو الا ويدرع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من دينه وما كسر لك دماغ دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده عم مين؟ بلاش فتحه الصدر دي، فتحه الصدر دي مش مع اي حد. اللي حصل ده كان غلطه، غلطه كبيره كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجه ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العمليه دي كان لازم تبان انها قرصه ودن، مبعوت له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وسقطنا عليه بنت انها حركه عيال هجامين، عايزين العربيه مش عايزينه هو. اه عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شويه. انا مش فارق لي اللي حصل معاه، مش فارق لي خالص. انا فارق لي بس ان انا فهمتها متاخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك خلاص. يموت المعلم ولا يتعلم. تحب اروح اعلمك على الواد ده تاني هديه مننا ليه؟ ليه يا عم مني؟ وانا بحكي في ايه؟ هنحكي في المحكي. خلاص روق اديب. انا هقوم عايز اروح الشغل ده يوم ما رحتش. ماشي سلام. سلام. هو متضايق قوي. مين في كوريا؟ مين في ايه؟ يلا هاتوه. هاتوه ايه؟ يلا ايه يا عم؟ يلا يا عم يلا يا عم في ايه؟ يلا طب فين طيب؟ يا عم يا عم ماشي. ايه يا زنجيره؟ قوم يا باشا. احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا لا بشمر كمام ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى قال اللي كسر محل الراجل اللي ولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولا حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل افتح بقك يالا افتح. الاحة يا باشا والله وشربك الاحة. الاحة ولا بلاحة؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام. يعني ما بتلفهاش في كوره صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. صوف فتحي يا صوف فتحي. تمام يا فندم. ما برابسه الواد ده ينزل كل اللي بطنه وتحرزولي. حاضر يا باشا تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. الفول هيثم بيه. يا اهل يا رايق. يا عم ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناه لك هنا، ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي ارتمها معاك وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده رايق مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه. والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف، مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لو على ايه هتنزل وتتعب نفسك؟ بس اقدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي تلاش دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا. نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. أظن أنت اتكلمت كذا مرة وأنا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجة واحدة بس، إنه لا الظرف ولا الوقت مناسب إن أنا أرد على حضرتك. وقت إيه وظرف إيه يا مدام؟ ما تكونيش فاكرة إن أنا بتصل أحب فيكي وأقول لك نرجع لبعض. أنا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز إيه؟ يعني أكون عايز إيه يعني؟ عايز أكلم رامي، ابني، ولا عندك مانع إن شاء الله؟
عشان أأكد لك إنك مش بس زوج فاشل، أنت أب فاشل كمان. أنت عارف الساعة كام دلوقتي يا بني آدم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده إجازة بكرة ولا إيه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعقيش أنت بصوتك دوت اللي فكرني بأيامك الزفت. أيامي أنا الفقر يا واطي. آه، أيام أنا. وماله؟ حسابي يجمع يا حلوة. أنت بتهددني؟ بتهددني يا بتاع أنت؟ أنت ناسي كنت إيه ولا إيه يا سعيد؟ ناسي كنت إيه وأنا وبابي عملنا منك إيه؟ أنت كنت حتة مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. آه، وأبوك كان إيه يا حبيبتي إن شاء الله؟ مش كان مرمطون برضو عند الخواجة ولا نسيتي أصلك؟ إيه؟ سكت يعني. ما علينا، أنا بس بكلمك عشان أقول لك إن هي جاي أخد رامي كمان يومين، يجي يقعد معايا في السخنة. عايز أشوف القرية عندي بقت عاملة إزاي دلوقتي. أنت بتحلم يا سعيد. أنت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمة اديتهم لك. أكتر من كده انسى. بتزعقي من أماني وأنا في التليفون. معلش يا حبيبي أنا صوتي كان عالي شوية. أصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وأنا قلت له يحترم نفسه عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه يعلمه الأدب. مش أنت الراجل بتاعي برضه؟ آه. صح. يا روحي أنت يا روحي. انت ناوي بقى تطور في الحوار ده يا بيبي؟ بس طب مزاجنا مش بحاجه تانية. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمله اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها على ياسين. فاكر يعني كان زمان. لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا. لكن بقى كل سنه طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها. واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه. حرس ولا اتخون؟ بص يا نجم. اللي زي هيثم ده اصله شبطه لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في الازهر يقعد ينبح علينا في رايحه ولا جايه واحنا مش ناقصين احنا ورانا مصالح فعلى ايه يا صاحبي ارمي له حته عظمه يتلاقي فيها وريح دماغنا ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين ربنا يستر يا رايق اتكل على الله انا بقى هحلم شويه ماشي يا عم الدنيا تعب لك معانا عيب يا وسخ ما تقولش كده يلا سلام عليكم عليكم السلام يا ابو حجاج لا اتكل انت على الله انا قاعد شويه اه سلام سلام يا وليد وعنها يا بنتي وراحت ماسكه في زمره رقبتي وعينك ما تشوف الا النور واطلعي بره يا بنت الكلب ايديها عامله زي المرزبه زي المفتاح الانجليزي حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو غلبانه والله الست دي ياما اه يا كبدي عليها بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتساير واعيه اللي بنقوله وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها هما مين دول اللي يحضروا ياما خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر زهايمر هو ايه زهايمر ده يا بنت زهايمر يامه يعني بعيد عنك كده فقد اللي بيحصل حواليها يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش اه علشان كده على طول جايبه في سيره صلاح اخوها هتلاقيها كده على طول عايشه بتحكي في بتوع زمان وخلاص بس ده مش عاجبني خالص ممكن تشوفي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي انا التشكيله في يوم يا فندم التشكيله اللي هناك عندك دي انا واحده معلش لا مؤاخذه مش واخد بالي يعني اقول لك خلاص خلاص انا ممكن اشوف الاسوره دي ماشي اتفضلي بس مالها خفيفه قوي كده ليه دي خفيفه مش عارفه حضرتك ممكن تشوفي دي لا 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 مش عارفه والله بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت اه فاكر فاكر عملنا فيه ايه وديناه الاسم لا 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 افتكر كده قبل ما يروح الاسم عملنا ايه هنا في ايه في المحل يا نهار ابيض يا جيجي ده كان علقه ما خدهاش حمار في مطلع مش كده ولا ايه ايوه في ايه انت بتمسكي شنطتي ليه عايزه ايه ما خدتش حاجه خدتش حاجه انت متاكده امال ده ايه يا رحمة يا نهار ابوك يا اسود انا هتصل بالبوليس استنى يا فاروق تمام مع حاجتك الاول شوف شو وشك هنا تاني غور ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين دي هتعلمي في الدرس مش حاسه ما نضيع مستقبلها وتخش السجن هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعدي خلاص يا فاروق حصل خير السلام عليكم عليكم السلام انا ماشيه انت عارف حاجه سلامتك مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلني مخصوص
بفك عن نفسي شوية، وكمان ما بحبش أشوفك تنزلي لوحدك. إيه مش النحية. مدام فادي عداكي جوه. حاضر. اوكي. راس فتحي دي تالت مرة تفرد في الورق، انت بتدور على حاجة جواه. انت شايف يا راي الأرض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام. وانت فاهم طبعا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بابره، وانت جاي دلوقتي عايز موافقتها. طب ده وقته، ده وقته يا رايل. اول الارض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركه مساهمه، هو ليه 20% بس. ثانيين بقى، مكتب الكسب ده ملوش حاجه عندنا طالما ما صدرش امر بالتحفظ على الاموال. ثالثا بقى والاهم، انت مش جاهد بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجه. الورق قدامك ده سليم، محتاجين امضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص، احنا ان شاء الله عشان خاطرك من بكره هنسعى نجيب الموافقات دي، وربنا يستر. وانا عينيا ليك يا سكر. جهز لي 600. كتير يا عم الحاج، السيوله اللي مع الناس عايزين يرموا بيه اساس عشان يبقوا فتحوا بطن عيان وخلصنا منه. اياك شيموت العيان، ارض ب 30 مليون مستكتر نسبه 2%. اكيد يا راي انت جاي تهزر. يا راجل يا طيب، ده انا سادد عنك 100 ايد وبوق وهسلمك على ميه بيضة. هسلمك على الجاهز. يا عم خلاص خلاص، هعمل لك ايه؟ ما انت كل مره تاكلني وتضحك عليا. طب اقول لك ايه؟ اسمع، ايه رايك بقى تديني شقه في كل دور على الاربع عمايل؟ ماشي. طب ايه رايك انت بقى بتاخد دورين مقفولين في عماره واحده؟ اهو دور الكتب باسم المدام، ودور الكتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. This is a papyrus plant and as you can see it turns into paper, but we have to get all the water out of it. So we put it like this and we use the hammer to bring out all the water, and this is not for pizza here. We use it for the plant. As you can see all. Oh, sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ان ده مكان شغل؟ ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي، وانا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. اخلصي، في ايه؟ يوسف انا حامل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الناس كلها بتتكلم عن انجازات سيادتك يا فندم. سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندم. بس اللي يهمني انت لسه ما سمعتوش. اعرفه يا فندم، اعرفه وابلغ سيادتك بيه على طول.
عندنا ايه النهارده؟ الميتنج مع وكلاء الوزاره بعد ساعه، بعد كده لازم اتحرك على المطار عشان مقوس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. مفيش حاجه اسمها لازم. سوري يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك مقوس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين، ده في نفس وقت اجتماع الوزراء. حضرتك هتعتذر على الاجتماع؟ مقوس الوزاره اي حد من الرسم يروح يستقبله، اما اجتماع الوزاره انا ما اقدرش اعتذر عنه. تحت امرك يا فندم. الساعه 6 في منزل السفير البلجيكي. اعتذر. تحت امرك. في ايه تاني؟ ده ملف مندوب جامعة الدولة اللي ساعدتك هتقابلي بكرة، دي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه. خالد نواف بقى مندوب الجامعة. مش عايز اعرف حاجة. ايه يا كبير؟ خد انت، خد انت، خد خد تعطونا بقى. خد فين؟ كفاره ميم. تعرف ده جيبه، تعالى كل. لا سبقتك يا معلم. يا عم تعالى. يا عم خلاص يا عم، بقول لك ايه؟ هيثم ايه بقى؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه. يا عم الراحه دي يا عم، عارفين يا عم، عارفين. بقول لك يا ميم، كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالها سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ لا طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكاية بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيه الاول. يا صاحبي في ايه؟ النسوان دماغها طاقة، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده بمزاجي يا دياب. بس لو حكمت ورحمت ابويا مليان زول تاني من البيت. هي عملت ايه ما تقول لي؟ ما عملتش حاجة. لا عملت حاجة. يا جدع هنقعد نعيد يا عم في ايه؟ ما عملتش حاجة، هتفضنا يا جدع، مفيش حاجة. ايه عايز اتكلم معاك كلمتين؟ بالراحة. حكاية وما فيها انها شغالة معايا وانت عارف. وهناك في بشوات نمرة واحد وحتى لما تروح لوحدها بالليل. معلش انا مطمن عليها. مفيش أمانة يا صاحبي. يا دياب مفيش حاجة. لو في حاجة رسيني. يوه عيب عليك يا جدع، انت مفيش حاجة والله. سندوتش جيب مرة. انت عم كتر لها لف كله. يا سلام. رومي ماشي. جرجير جرجير. صباح الفل. صباح العسل. أمك أنا بعمل لك سندوتشات. بقى نحلة. أيوة كبير. أنا خلي بالك عبر ناجي. أنا قلت البنت دي خلصت ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغاله اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت، هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بتفتحش من اول مره. واديكي قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغاله اهو، بس فلوسهم تحضر بكره، لو المقدس جه وجرد ومالقاش لا ذهب ولا فلوس هيزنوا لي في الكلام وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغاله اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبه ايه بقى؟ زي النهاردة من سنة كان أول يوم اتقابلنا، فاكر؟ يوسف أنا عارفة إن أنت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس أنت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت أعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجة حاولت أعملها من غيرك، بس والله العظيم ما قدرت. أنت صعبت عليا كل حاجة من غيرك. بس لما عرفت إن أنا حامل منك اتأكدت إن خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا، هيكون من مين يعني؟ اسمع يا شاطرة، لو عايزة قرشين لزوم عملية تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزة دكتور ابن حلال بيداري على الولاية أدلك على برج أطباء، إنما تيجي تشيليني الليلة لا ما ياكلش. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شيله. أنا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمة؟ لا، أنا رأيي تقعد النهاردة في البيت تتفرج على الإعادة. دي مهمة جدا، أهم من الماتش. أوه جمهوره دافدة. خلي بقى الأهلي ينفعك. طيب لما أشوف.
ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مين؟ جيت كشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتها له من بره، وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين روشيتا؟ هتصرفها لي من عندكم؟ مالكيش دعوه، بس هاتي روشيتا. ايه وما معيش الا هم دول ورحمه ابويا، ما معايا غيرهم. خليهم معاكي، فطري بيهم الواد، ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. إلهي طعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني، ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. وادي يا نحل. عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهل ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك كفايه تقطيع بصل والمصحف، انا احول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سونا الله، اللمه حلوه يا وليه. ربنا ما يقطع لنا عادة ابدا يا زوزة يا اختي. ان شاء الله يا رب، بس ما ناقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. وادي نحن. انا يا ست زوز. ما تروح تنده لصلاح اخويا وتستعجله. حالا حالا يا ست زوز. حالا انت رايح فين؟ فين اقعد يا عمتي؟ مصحف صلاح مات من زمان. مات يا سيدي؟ مات امتى يا واد؟ اتفاجئ ليه يا ميم؟ مزعل زوزة ليه يا اخي؟ في ايه؟ انت مش شايفها؟ ليه النهارده شاديه في معبود الجماهير؟ حق الواد ده احذره بايخ قوي، ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحمود. طيب وعندها صلاح بالمره برضو. ها ماشي، عندها لك صلاح اهو. اهو المسقعه وصلت، عايزاكم بقى تدوقوا المسقعه صنعت ايديا وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا ديحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن ولا ايه يا زوزه؟ ما المنطقه كلها عارفه بيوسف المسقعه بتاعتك. بينج بينج بتاعت البينج وصلت اهي، هي تحت. اكيد بتتكلموا على مسقعه خالتي تيحه دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء، ويرزقك بابن الحلال. بنت يا شاحن روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا امال، يلا يا اختي نروح نجيب الطعميه. يلا قومي يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عامل ايه يا حبيبي؟ كيفك اخبارك؟ انا جايبلك شويه دهب بقى. انما ايه؟ لوز؟ لا ملوش لزوم الاستعجال، السوق رايح اول يومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه وقف الحال ده بقى الله؟ انا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس، وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه، البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي، هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ اه يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده، والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبين العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه. خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدمغ. بس بقول لك ايه؟ عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الذهب في الطعام. دهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده ذهب؟ يا بنت قطعي. لا قولي لي يا ولية، المعدول جوزك ده ما بيجيش؟ لا يا اختي بيجي، بس كل فين وفين. انا اللي اعرفه ان الراجل لو مش قد المسؤوليه لا يتجوز ولا يخلف، زي الواد جيبه ابني كده بالظبط، ما هوش قد المسؤوليه ولا قد الجواز ولا الخلف. لا يا شيخه، جيبه رخر كده واسخا من كده، ده انا امه اساليني انا عليه. والنبي ومن نبى النبي. قولي لي يا ولادي، هي البنت بنت جيجي ما جابلهاش عريس ولا ايه؟ يلا يا بنتي هات الطعميه. بتاكل بساره يا سياسي. ايوه بس المسقعه ريحتها تفتح النفس. تسلم ايدك يا منوسي. بألف هنا وشفا، إن شاء الله تعجبها. تعجب الباشا، أمال إيه؟ أنا عاملة لك طبق زيتها تاخده معايا. تعيشي، إيه رأيكم الفطورة اللي جاية نعملها كلها مسقعة وندوق بقى؟ يا سلام، كله مسقعة كله مسقعة، مفيش بصارة يا سياسين، ده البصارة حلوة أوي. لا لا حلوة، أمال إيه البصارة؟ فين العيش يا ولاد؟ العيش اتأخر. يا نصة تعالى. أيوه أهو. تعالى. أنت عايش يا سياسين. نصة نصة. يلا بسم الله. فين النصة؟ خاطر فين النصة والنبي؟ Okay, it's fine. You sure? Yes. Here's the money. How much in there? Here's half. The other half after 2 days. That wasn't our agreement. We agreed that the full amount of money should be paid on delivery. Sorry, Mr. Shami, it's a lot of money. Besides, the transfer hasn't come through yet. I will pay you after 2 days. Okay, Mr. Denny, I will agree this time because this is not the first time that we do business together. But I'll get my money within 2 days, not more. انت عايزنا نروح على اسم برجلينا وكمان بالسلاح المسروق؟ صباح الفل يا كبير، انت عايز تجبسنا في حيطه ولا ايه؟ جريمه بكتيريا،
ده انت حبيبي، يعني مش انا اللي هجبسك في الحيطه. بعدين بقول لكم الحوار ده على ضمانتي، انتوا رايحين بوسطجيه هتسلموا وتردوا على طول. واحنا ايش ضمنا؟ هي الحكومه ليها امان؟ افرض روحنا بالحاجه مقفشنا ومشايلنا الليل. يا ده انت حمار، بقول لك الحوار ده على ضمانتي، يعني محدش هيعرف يعمل معاكم اي حاجه. بعدين لما انتوش حاجه متسوكه ليه واقفين هنا فوق دماغنا؟ بعدين لما وصف كل معنى انتوا كلكم شويه عيال مسجله، والداخليه ليها البوم صور لكل عريس فيكم، فنودي الحاجه وما نقرفش روحنا يا جدعان. خلاص يا ريس خلاص، احنا هنعمل يا اسطى اللي انت عايزه، بس انا بقول لك اهو قدام زيتا وبكتيريا، انا مش مطمن يابا للحوار ده. وانا يابا في ضهرك في اي حوار. يبقى خلاص يا جدعان، امانه زلطه، ما دام الحوار ده عند الرايق يبقى البقاله اللي في الكلام. مات الكلام؟ مات الكلام.